Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن طريقة دعوة جميع اصدقائك بضغطة زر واحدة على الفيسبوك للاعجاب بصفحة معينة. عشان نقدر نطبق شرح اليوم لازم نستخدم متصفح جوجل كروم، ولازم نحصل على الكود اللي رح استخدمه اليوم بالشرح. طبعا الكود رح يكون موجود داخل مدونتي، ورابط مدونتي رح احط لكم اياه تحت الفيديو بالوصف. فوت على المدونة وخذ الكود من هناك. بنفتح برنامج جوجل كروم او متصفح جوجل كروم. طبعا انا عملت هاي الصفحة عشان اشرح عليها. بعد ما نفتح على الصفحة المراد دعوة الاصدقاء الها، بنيجي بنكبس على invite friends to like this page او دعوة الاصدقاء ليعجبوا بهذه الصفحة، نكبس عليها. بعد ما تطلع لقائمة الاصدقاء بنيجي بنكبس كليك يمين هون على اي مكان فاضي، وبنختار inspect element اخر خيار. بعدين بتطلع لنا الصفحة هاي، بنختار كونسول من هون، بنروح بناخد الكود اللي انا راح احط لكم اياه داخل مدونتي. زي ما حكيت رابط المدونة راح يكون تحت الفيديو بالوصف. بناخده كوبي وبنيجي بنحطه هون بيست داخل الكونسول، وبنكبس على انتر. بنلاحظ انه تم ارسال الدعوة لجميع الاصدقاء فقط من خلال الكود. زي ما انتم شايفين انفايت هون، في ناس لسه ما وصلها الانفايت، بس هيو بعمل انفايت حاليا للكل. وهيك بنكون انتهينا من شرحنا. يا رب يكون الشرح عجبكم. زي ما انتم شايفين انفايت سند او تم ارسال الدعوة. اتمنى منكم تعملوا لايك لصفحتي هاي على الفيسبوك. رابط الصفحة هاي راح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف. فوت على الصفحة عملها لايك واسألني هون زي ما بدك اذا بتحب تسأل وتستفسر، او بامكانك تسأل وتستفسر تحت الفيديو بالتعليقات. زي ما حكينا الكود بامكانك تاخذه من مدونتي، ورابط مدونتي راح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف. اتمنى تعملوا لايك للفيديو اذا عجبتكم الطريقة. اتمنى تنشروا الفيديو لاصدقائكم، اتمنى دعمكم. اشترك بقناتي اذا ما كنت مشترك فيها، وضيف الفيديو الى المفضلة بعد اذنك. شكرا لمشاهدتكم. كان معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.